بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر نشيد الانشاد اصحاح 3. افكركم اصحاح 3 حكى لنا حكايه طلبته فما وجدته، يعني العروسه او النفس البشريه احيانا يجي لها وقت تدور على ربنا ما تلاقيهوش. ممكن يكون وقت بالفكر، تيجي حرب شك مثلا، الواحد يبقى زي التايه مش لاقي ربنا. ممكن تبقى حرب فتور، يعني مش عارف يصلي زي الاول، مش حاسس بتعزيات، مش فرحان. ممكن تبقى مشغولية زيادة فصلته عن ربنا او بعدته عن ربنا، ما بقاش لاقي ربنا زي الاول. ممكن يكون نوع من التجارب خلاه يحس ان ربنا مش بيستجيب له، مش بيسمع له، والتجارب شديدة عليه هو لوحده، طلبته فما وجدته. ايا كان نوع الحرب لازم ليها نهاية. المطلوب من النفس ايه في الحالة دي؟ انها تسعى وتجاهد وتحاول. وهو ده اللي عملته عروس النشيد، قامت وجريت وراحت السوق وبقت تسأل كل الناس وتدور عليه، وراحت للحرس الطائف في المدينة، اشارة لرجال الله، وبقت تسألهم رأيتم من تحب نفسي؟ وبعد شوية ما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. يعني مع الجهاد والصلاة والبحث والسعي الحكمة بتطولش، لازم ربنا يتراءى للنفس دي ويرجع تاني يشجعها وتحس بيه وتفرح بيه تاني. إذا لو الواحد خد فترات الفتور باهتمام وما قبلهاش وتحداها بالصلاة والجهاد والسعي لازم تنتهي بسرعة. وبعدين علمتنا العروس اللي هي النفس الحلوة اللي بتحب عريسها، أمسكت ولم أرخيه. يعني الواحد بعد الفترات دي بيحس إن ربنا ده غالي قوي، مش هتدلع تاني، مش هسيب الحالة دي تيجي تاني، فيبقى الواحد عاوز يمسك فيه وخايف ما يصليش بقى، خايف ما يغيب عن الكنيسة، خايف يأثر في حياته الروحية، لأن اللي شافه من البعد عن ربنا خلاه يحرم يبعد تاني. وبعدين رجع تاني العريس يمدح عروسته بعد اللقاء الحلو ده والسعي الجميل ده، قال من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. وقلنا دي إشارة للكنيسة اللي طالعة من البرية، العالم ده زي البرية، الكنيسة طالعة عروسة جميلة وسط عالم قحط. كأعمدة من دخان، يعني الكنيسة حياتها صلاة، حياة الكنيسة كلها صلاة. الدخان إشارة للبخور اللي ريحته حلو، فتبقى الكنيسة اللي يميزها عن العالم أنه مكان صلاة، بيتي بيت صلاة يدعى. إن كان الكلام ينطبق على النفس، نفس الكلام، النفس الإنسانية اللي تحب ربنا تقضي حياتها بالصلاة، في المشاكل صلاة، وفي الأفراح صلاة، وفي الحياة المستقرة صلاة. الصلاة هي حياتها كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان، يعني الآلام والأحزان والتجارب والأتعاب اللي في حياتها تدي للنفس كده عطر جميل، تديها ريحة حلوة. والكنيسة اللي عدت في الدنيا مضطهدة متألمة مجروحة يزيد جمالها قدام عريسها. فكأن الكنيسة وهي داخلة على السماء ربنا يبصلها بإعجاب شديد، لأنها معطرة بالمر واللبان، يعني شافت كتير وتعبت كتير عشانه. وبكل أذرة التاجر، قلنا إشارة إلى الفضائل، يعني كل ما يبتغيه الناس ويشتروه في السوق. أذرة التاجر مقصود بها زينة العروسة بكل أنواعها. فالعروسة دي إن كانت الكنيسة، الكنيسة فيها حب، فيها طهارة، فيها نقاوة، فيها بساطة، فيها تعليم مستقيم، فيها خدمة للمجتمع والناس، كل ده حاجات حلوة. والعروسة إذا كانت نفس عادية تبقى مزينة بكل أذرة التاجر، يعني ركزت في الفضائل، بقى عندها فرح وسلام وطول أنا ولطف وصلاح وإيمان وداعة وتعفف. العريس ما زال بيتكلم، وصلنا لعدد 7. هو ده تخت سليمان، حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا
ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. تخت سليمان ده المكان هيشرحه بعد كده، يقول الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان. تخت ده زي المكان اللي بيقعد عليه او السرير اللي بينام عليه، ويبقى كده موقع الحكم، يبقى حواليه جبابرة 60 جبار بيحرسوه. تخت سليمان إشارة للكنيسة. احنا قلنا كلمة سليمان نفسها مرتبطة بفكرة ملك السلام، وسليمان هنا لأنه بيقدم نفسه كعريس بيشاور على المسيح له المجد. المسيح له المجد هو العريس الحقيقي، إنما لأن سليمان ملك تصور نفسه هو في العز ده كله، وحب يشرح أمال المسيح هيبقى شكله إيه بقى. فقال هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبار. المنظر ده منظر ربنا يسوع له المجد في المجد، المسيح على عرشه وحوله جبابرة. جبابرة هنا دول إيليا النبي ويوحنا المعمدان وأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وبطرس وبولس، كل دول جبابرة، لأن الجبابرة في الحياة الروحية مش عضلات ومش سيوف. داود النبي جبار، إنما ما كانش يعني قوته في عضلاته. قال لجوليات أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فأتي إليك باسم رب الجنود وانتصر. فربنا يسوع يبقى فرحان بالجبابرة بتوعه، ده منظر مهم، لأن العروسة تشتهي أنها تكون من اللي حواليه. النفس بتبص على الجبابرة اللي حوالين العريس وتقول يا نفسي أبقى واحدة منهم، نفسي أبقى من أصحاب العريس. كل واحد يبص على حكايات الكتاب المقدس ورجال الله يتمنى ويقول يا ريت الواحد يبقى كده، يقرب من ربنا إلى هذه الدرجة، يبقى قوي بالنعمة، زي ما بولس الرسول بيقول لابنه تيموساوس تقوى يا ابني بالنعمة. فالجبروت هنا قوة الروح اللي عملت في هؤلاء الناس وخلتهم جبابرة يحيطون بالملك، ملك السلام. هو ده تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل. ليه 60؟ رقم 60 قال عليه أغسطينوس 3 × 4 × 5، 3 × 4 × 12 × 5 × 60. أغسطينوس كان له في الأرقام يحب يحللها. قال 3 ده الثالوث الأقدس، و4 دي الدنيا جهات الأرض الأربع. فالإنسان الذي يؤمن بالثالوث ويبقى عاوز الدنيا كلها تعترف بالثالوث الأقدس يقدس حواسه الخمسة عشان يبقى جبار. شوفوا جابها ازاي، 3 الثالوث الأقدس و4 جهات المسكونة. فيبقى الكنيسة تؤمن بالثالوث وتملأ العالم في جهات المسكونة الأربعة، إنما طلبة من ولادها يقدسوا حواسهم عشان يبقوا جبابرة. فحوله 60 جبار، لأن مش كفاية تؤمن بالثالوث الأقدس وتنشر الإيمان ده في كل مكان، المفروض عشان تبقى جبار تبقى حياتك كمان الداخلية قوية، تبقى عينيك نقية، تبقى ودانك نقية، تبقى حواسك كلها بتاعت ربنا، يبقى فكرك نقي. فخمسة إشارة للحواس وثلاثة إشارة للثالوث. هو ده تخت سليمان. تصوروا لو الكنيسة كل أولادها عندهم إيمان قوي بالثالوث الأقدس، عاوزين ينشروا الإيمان في العالم كله وعايشين بقداسة تبدأ من الحواس. ما هو صحيح لو العين مقدسة والودن مقدسة والإيد مقدسة، طبيعي الفكر والقلب مقدسين، ما دي المداخل. حتى في سر الميرون تلاقي أبونا يمسح الحواس في الأول، يمشي على العينين والودان والمناخير والبؤم عشان يقول نقدس الحواس، وبعد كده ينزل يقدس القلب. فلما تتقدس الحواس يتقدس القلب. احنا لو عاوزين نبقى جبابرة عندنا فرصة. الجبابرة دول بتوع ربنا غير جبابرة الدنيا، لا محتاجة فلوس ولا محتاجة صحة جسدية ولا محتاجة تمرينات حتى رياضية، هي محتاجة تقوى. عشان كده معلمنا بولس يقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، أما التقوى فنافعة لكل شيء.
فإذا ما كانتش صحتك مساعداك خلي صحتك الروحية قوية تبقى جبار عند ربنا. يعني إيليا النبي لم يذكر أنه كان قوي العضلات، إنما كان جبار، كان مرعب لكل ملوك الأشرار. وقفوا قصاده 850 كاهن من كهنة البعل اللي بيعبدوا الشيطان وكانوا مرعوبين منه. طب ليه؟ لأنه جبار، من جبابرة إسرائيل، من جبابرة الكنيسة، في روح قوة، ما بيخافش من حد لأنه مليان بروح ربنا. هو ده تخت سليمان. تصوروا الكنيسة كلها كده بقى، حوله 60 جبار من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب. طبعا مش محتاجين نفكركم ان السيف دايما اشارة الى كلمة الله، موجودة في حتت كتير في الكتاب المقدس. مثلا في الرؤيا يقول ايه؟ سيف الروح، طالع في رؤيا 1 انه سيف ماضي ذي حدين يخرج من فمه، بدل السيف طالع من فمه، فم المسيح، يبقى اشارة الى كلام ربنا. وفي عبرانيين يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة، دي يشرح عملها. فأفسس 6 هو بيتكلم عن سلاح الله الكامل، قال امسكوا سيف الروح الذي هو كلمة الله. يبقى دايما فكرة السيف مقصود بها كلمة ربنا. ولما ربنا يسوع قال اللي ما عندوش سيف فليبع ثوبه ويشتري سيفا، كان يقصد كلمة ربنا. عشان كده لما قالوا له هو ده سيفان قال طب اسكتوا، يعني انتم مش فاهمين انا بقول ايه، سيفين ايه؟ لكن كل كلامه كان عن كلمة ربنا. كلهم قابضون سيوفا، يعني لو ركزت في كل قديس او نبي او رسول على صفة جميلة، انما لازم تلاقيهم كلهم متفقين في صفة ان السيف في ايديهم، بمعنى كلمة ربنا شغلاهم. مش ممكن واحد هيوصل السماء كلمة ربنا مش شغلاه، مش ممكن واحد يبقى قوي روحيا وما تبقاش كلمات ربنا مالية دماغه. كلهم قابضون سيوفا. يا ترى احنا في ايدينا سيوف نطرد بها الشياطين؟ احنا بنتكلمش عن سيوف حسية خالص، لان الانجيل بيقول لنا مصارعتنا ليست مع لحم ودم، ملناش عداوة مع بشر ابدا حتى لو قطعونا، انما احنا حربنا مع الشياطين، والشياطين ليها سيف مخصوص هو كلمة ربنا. اللي حافظ مزامير كتير ماسك سيف ربنا، اللي حافظ اجزاء من الكتاب المقدس ماسك سيف ربنا، اللي فاهم قصد الله من كلامه ومشغول بيه ماسك السيف، اللي بتشغله كل آية ويعاوز ينفذها بأي طريقة ده واحد ماسك سيف. اللي ممكن يبقى بيتأمل في كلمات الإنجيل وبيأكلها أكل زي ما الكتاب قال وجد كلامك فأكلته فكان كلامك قليل الفرح، ده ماسك سيف. عشان كده المزمور يقول تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار. طب هو مش بيكلم ناس في عساكر؟ لا، بيكلم ناس عساكر روحيين. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، استله واملك وانجح. فهل الواحد رابط سيفه كده جنب جنبه؟ يعني كلمة ربنا شغلاه وشغلاه قد ايه؟ هي دي اللي تخلي الواحد قوي. ومتعلمون الحرب، كلمة حكيمة من سليمان الحكيم، لأن الحرب الروحية فن زي بالظبط الحرب بتاعت الدنيا. يعني تلاحظوا ان في العسكرية بيتعلموا علوم العسكرية وعلوم الحربية، كمان الحرب الروحية لها فنونها ولازم نتعلمها من اللي سبقونا. فمتعلمون الحرب يعني انت عارف الشيطان هيدخلك ازاي ويلخبط دماغك ازاي، ما تسأل الاقوى منك، ما تسأل اللي تدربوا على الحرب الروحية، ما ترجع تشوف القديسين قالوا ايه في الحاجات دي، حرب الفكر نحاربها ازاي، حرب الطمع نحاربها ازاي، حرب الكراهية نغلبها ازاي، طب الكسل ندوس عليه ازاي، طب الغرور والكبرياء، ما كل دي حروب، وهي دي اللي بتضيع الانسان. لو الواحد اتغلب ليها ممكن يضيع، ممكن يهلك. عاوز تبقى جبار روحي، عاوز تبقى من المحيطين بسليمان الحقيقي ربنا يسوع له المجد، اتعلم تحارب.
اتعلم ما تسيبش فكرة وحشة تعدي على دماغك، اتعلم تقاوم عينيك لما تبقى عينيك متعبة حتى لدرجة القلع، والقلع هنا مش تخلع عينك، دي تخلع المنظر الوحش تتفاداه. إن أعثرتك عينك فاقلعه. إذا متعلمون الحرب يعني في حتة تلمذة روحية، الواحد عشان يبقى يتمتع في الآخر إنه يبقى من الجبابرة اللي حوالين المسيح له المجد، ده لازم يتعلم الحرب. شوف احنا نقول على العذراء أمنا قوية في الحروب، طب ده العذراء دي واحدة ست وطيبة جدا، إنما في الحروب الروحية مفيش أقوى من كده. صلواتها ودعتها وطهرتها ونقوتها تصد كل الشياطين وتغلب أي حرب روحية، فإحنا بنتشفع بيها لأنها قوية في الحروب، جبارة من الناحية الروحية. كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل، من هول الليل يعني من مفاجآت الليل. في الحرب زمان كان لازم يبقى فيه نبطشيات كده، لحسن لو ناموا كلهم يهجم العدو بالليل يموتهم كلهم، وكان كل واحد سهران دلوقتي ماسك البندقية بتاعته، كان زمان ماسك السيف بتاعه ومربوط على فخده مش حتى جنبه، عشان بسهولة جدا يقدر يطلعه في أي لحظة ماخدش وقت. فكل رجل سيفه على فخده مقصود بيها انه الكلمة لازقة فيه، انه مصحصح ومفنجل عينيه ومتوقع، متوقع ان الشيطان يهاجمه وهو كمان مستعد. فهنا فكرة الاستعداد دي علامات الجبابرة، الجبابرة دول القديسين، وكلنا ممكن نبقى جبابرة لو مشينا في السكة دي وتعلمنا منهم، اتعلمنا منهم ازاي الواحد يقبض صيفه، يعني يقرأ الانجيل كتير ويحفظه ويفكر فيه، تعلمنا منهم التلمذة على القادة الروحيين، نتعلم ازاي نسهر ونتحفظ ونبقى حذرين من هول الليل. ساعات الواحد يقعد في قعدة وكده يتراخى وما يبقاش واخد باله ان عدو الخير مدبر له في القعدة دي اخطاء، فتيجي سيرة الناس يقع في سيرة الناس، يجي كلام بطال يدخل في كلام بطال، فين بقى هول الليل؟ انت وقعت كده، انت اتغلبت. لو انت كنت يقظ وسهران كنت هتاخد بالك على طول ان الشيطان ابتدى يحاربك. لو انت حاطط مبدأ كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل ما كنتش هتسيب نفسك تقع. لو داود النبي في الليلة اللي وقع فيها دي كان بيقول مزاميره وكان سهران مشغول بسيفه بكلمة ربنا، ما كانش حصل له اللي حصل، وقع في زنا ودخل في قتل وشغلانه، كل ده ليه؟ لأنه ما كانش متحفظ. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، كون التخت ده من الخشب إشارة دايما للصليب، دايما الخشب في الكتاب المقدس إشارة للصليب، الخشب والشجر يعني أساس الكنيسة، فداء المسيح له المجد، قوة الكنيسة كلها في دم الصليب اللي قدمه ربنا واشترى بيه أولاده. فهنا الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، وخشب لبنان كان مشهور الشجر، أغلى شجر وأقوى شجر ويدوم وما يحصلوش أي نوع من التأثر مع الأيام. عمل أعمدته فضة، يعني زي المكان الجميل اللي قاعد فيه سليمان ده، الأرضية كلها خشب، فاحنا واقفين على عز الصليب، نعمة ربنا يسوع له المجد وفداء العهد الجديد، صليبه هو اللي خلانا ولاد النعمة دي كلها. والأعمدة فضة، الفضة دايما إشارة برضو للكتاب المقدس، لأن يقول كلمة ربنا مثل فضة مجربة مصفاة في الأرض 7 مرات، يعني الفضة زمان عشان تبقى أحسن حاجة يدخلوها النار 7 مرات، فكلمة ربنا دي متصفية في النار وقوية جدا ونقية جدا. فهنا عمل أعمدته فضة، يعني الكنيسة واقفة على الصليب وعلى الإنجيل. تلاحظوا مثلا الشماس لما يدور قصاد أبونا في الدورات يبقى ماسك البشارة والصليب، عاوز يقول هم دول اللي شايلين الكنيسة، الإيمان بالمسيح المصلوب وبالفداء والإيمان بكلام الإنجيل والتبشير بالإنجيل.
وروافده، الروافد اللي هي بتكمل الأعمدة عشان تكمل المبنى، ذهبا. الذهب عادة إشارة إلى عمل الروح القدس. يبقى الكنيسة فيها الفداء والصليب ممثل في الخشب، فيها الفضة اللي هي كلمة ربنا، فيها عمل الروح القدس. الكنيسة إيه اللي مصحصحها وإيه اللي مخليها حاجة مختلفة عن الدنيا كلها؟ روح الله شغال فيها، هو اللي بيجددها، هو اللي بيخليها ذهب، هو اللي بيخليها غالية، هو اللي بيديها قيمة. ومقعده أرجوانا. الأرجوان ده اللون الخاص بلبس الملوك دايما. فاكرين لما ربنا يسوع له المجد كان بيحاكم ألبسوه ثوبا من أرجوان، كان إشارة إلى إيه؟ أنه ملك، لكن هما بيسخروا منه، فلبسوه ثوب أرجواني عشان يستهدأوا به. إنما هنا بقى إشارة إلى الملك الحقيقي. الكنيسة مملكة مقدسة على الأرض. حتى تلاحظوا في الأعياد لما أبونا البطرك يلبس اللبس الملوكي وأبائنا الأساقفة والكهنة، دي مملكة، دول ملوك، هي إشارة لملكوت السماوات. فمقعده أرجوانا مملكة، لكن ليست من هذا العالم، لا ليها في السياسة ولا الجيش، ولأنما ده ملكوت داخلي يظهر في آخر الأيام مع مجيء المسيح. ووسطه مرصوفا محب. يعني شوفوا حط إيه، أربع حاجات مهمة: الخشب قلنا، الصليب، والفضة قلنا كلمة ربنا، والذهب قلنا عمل الروح القدس، والأرجوان إشارة إلى ملكوت السماوات. كل ده يظلل عليه مرصوف زي ما بيرصفوا الأرض كده، محبة. الصليب بيقول ربنا بيحبنا قوي، كلمة ربنا بتقول ربنا بيحبنا قوي، الروح القدس بيصرخ في قلوبنا طول الوقت ربنا بيحبنا قوي. العز والملك اللي احنا عايشين فيه ومدعوين ليه مرصوف محبة، ملكوت كله محبة. فهنا يقول وسطه مرصوفا محبة. لما واحد يسأل هي ايه السماء دي، ايه طعم السماء، ايه شكل السماء، نقول له شكل السماء مش هنعرف نوصف لانه لا يخطر على بال انسان، انما طعمها ايه، طعمها كله محبة. السماء هي حالة حب بين الإنسان وربنا وبين الإنسان وخل الإنسان، حب بلا شوائب، ما فيهوش أي حاجة تعطله ولا تعكره. هنا الحب متعكر مش كامل، هناك بقى الحب كامل، في حالة جميلة قوي. وسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. بنات أورشليم هم النفوس اللي وصلوا السماء، هم العذارى الحكيمات اللي حبوا العريس وحبوه من كل القلب والفكر والقدرة وتمموا وصيته، فهو بيقدموا محبة للعريس طول الوقت. يبقى تلاحظوا هنا في الإصحاح ده وصف العروسة اللي بتجري وراه، إن كانت الكنيسة مشغولة بعريسها أو كل نفس، وبعدين وصفها وهي خارجة من البرية قد إيه مختلفة كأعمدة من دخان، وبعدين وصفها بالتخت بتاع سليمان، المجال المكان اللي قاعد فيه اللي كله عظمة وكله هيبة، والجبابرة اللي حواليه وشكل كل واحد فيهم. يقوم يختم بقى الإصحاح يقول إيه، اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. هنا مين بيتكلم؟ غالبا العروس. فلما شافت العريس بالأبهة ده وحواليه الجبابرة وشكلهم جميل قوي، واشتهت تبقى واحدة من بنات أورشليم لأن المكان كله مرصوف محبة، بقت عاوزة تقول لكل الناس اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان. رسالتنا تجاه الناس نقول لهم اخرجوا من الدنيا عشان تشوفوا المسيح الملك الحقيقي قد ايه حلو. تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طول ما انتوا غرقانين في الدنيا دي ومشغولين بالهموم اللي فيها مش عارفين تخرجوا من الدوامة دي، مش هتشوفوا الجمال. طول ما الملك بتاع الأرض، ملك الشيطان ده شغلكم، مش هتتمتعوا بالملك الروحي والملك الأبدي. فخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان. الملك سليمان إشارة لربنا يسوع. اللي معطل للواحد فينا انه يتمتع بربنا الحلو ان عينيه رايحة في الدنيا زيادة، وان لسه علامات ملك الدنيا شغلاه،
العظمة والفلوس والمراكز واللبس والصحة والكرامة والحاجات دي. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه. أمه ازاي؟ ربنا يسوع بتجسده صارت له أم، هي أمنا العذراء، أو البشرية كلها قدمت لنا المسيح له المجد متجسدا. يعني إيه؟ يعني المسيح بتجسده بقاله أم زينا، فإحنا كلنا بنخضع له ونسجد تحت رجليه ونتوجه ملكا على علينا كلنا، لأن هو ابن البشر بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه. إيه يوم عرسه دي؟ تفكرنا بأمثال ربنا يسوع. ربنا يسوع حكى مثل قريب قوي للفكرة دي، قال يشبه ملكوت السماوات عرس، عشاء عرس، ملك صنع عرسا لابنه وابتدى يدعي الناس. مين الملك اللي عمل حفلة لابنه إلا الآب اللي عامل احتفال؟ المسيح له المجد ياخد عروسته كنيسته يدخل بها الملكوت الأبدي. والمدعوين رفضوا وصعب عليه وقال لهم طب روحوا دوروا في الحواري وشوفوا في الأزقة، والمكان واسع، خسارة المكان الواسع. ابتدوا يجيبوا بقى من كل حتة، ودخل بقى بعد كده العريس فرحان بعروسته، إنما لقوا واحد ليس عليه لباس العرس فطلعوا بر. فهنا في يوم عرسه، العرس إشارة أساسية إلى يوم المجيء الثاني، وده اللي بقى حكاه سفر الرؤيا لما قال شفت أورشليم نازلة من فوق مهيئة مزينة كعروس مزينة لرجل. شاف الكنيسة كده عبر كل العصور نازلة من السماء عشان المسيح ياخدها مع الملكوت. إنما العرس هو الاتحاد بالمسيح، وعشان كده في كل قداس بنعتبر نفسنا في يوم عرس. كل قداس إحنا ككنيسة نتخطب للمسيح ملكنا. وكان أوريجانوس يقول إن قداس الموعوظين خطوبة وقداس المؤمنين جواز، لأن القداس الجزء الأولاني الموعوظين ده كله كلمة، فالعريس خطبنا بكلمة، وبعدين نقول تقدموا يلا قربوا قربوا عشان تبقوا إيه حوالين المذبح ناكله ونثبت فيه ونتحد به، دخلنا في مرحلة الجواز. فيوم عرسه هو يوم اتحادك بالمسيح، فتبقى مشتاق له، عاوز تتناول وتذوق فرحة اتحاد بالله. اخرجنا يا بنات صهيون من الدنيا دي. في واحد يدخل القداس زي اللي طلع بره الدنيا، فرحان بربنا وشبعان بربنا ومش عاوز القداس يخلص. وفي واحد دخل القداس ما حسش بده كله. ليه؟ لانه ما خرجش من الدنيا. الدنيا دخلت معاه الكنيسة، فوقف طول القداس يفكر في اللي وراه واللي عليه والمشاكل. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ما الذي يفرح المسيح له المجد؟ إلا عروسه. المسيح له المجد تفرحه كنيسته، وكنيسته ايه دينتها؟ زينة الكنيسة ولادها. كل ما ولادها اللي بعده يرجعوا لها كل ما يفرح العريس بيها. كل ما الكنيسة لمت العالم كله في حضنها وجابت كل أولاد الله المتفرقين كل ما العريس يفرح بهم. فزينة الكنيسة أولاد. عاوز تفرح ربنا شوف الناس اللي بعدت عن ربنا، روح اجري وراهم وهاتهم عشان تفرح ربنا، ويبقى ده يوم فرحه. يقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. ساعات نفرح الناس وما نعرفش نفرح ربنا. إذا كنا احنا البشر المحدودين الصغيرين الضعفاء عندنا فرصة نفرح ربنا له المجد، يمكن فرصة مش عند الملائكة لما نسعى ورا الناس البعاد عن ربنا. حاجة كبيرة قوي يوم فرح قلبه لما تجيب له نفس بعيدة. والحاجة التانية اللي تفرحه هي زينة النفس نفسها. يعني النفس تنشغل بحاجتين يفرحوا العريس، تجيب له نفوس بعيدة تفرحوا بيها وتتجمل من داخلها عشان تفرح عريسها بيها. لأن هو يبص على الداخل ما بيبصش من بر. العريس بتاعنا بيجيب جوه على طول، فاحص القلوب
زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. إذا لو الواحد عنده فرصة يجيب ناس لربنا يبقى ده شغله الشاغر يفرح ربنا، وما لقاش الفرصة دي دايما طب يتزين من الداخل بالصلاة والتوبة والجهاد يقوم برضو يفرح ربنا. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ممكن واحد يقول الكلام ده ينطبق علينا، ممكن، لأنه متى يتوج الإنسان؟ يوم يخرج من هذه الحياة. الإكليل ياخده الإنسان مش في الدنيا، ياخده في السماء لما يخرج. يعني معلمنا بولس يقول جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. يعني اتحط له الإكليل لكن ما حطوش على رأسه لسه، ما خدوش، هياخده لما يخرج، فيبقى مشتاق قوي، عشان كده ساعتها بيقول لي اشتهاء أن أنطلق، أو الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. كان فرحان، لأن الإنسان كل ما يقرب من الخروج يشتاق للإكليل، يبقى عارف أن في إكليل مستنيه، فدي مفرحاه. وكل بقى بنات صهيون يعني القديسين اللي عاشرهم وخدموه وصلوا له وإن كانوا على الأرض ولا سبقوا للسماء يقولوا يلا نحتفل بيه وهو داخل عندنا السماء، عشان يتحط على رأسه التاج. الكنيسة بقى تتوج أولادها. تلاحظوا لغاية النهاردة الكنيسة في يوم مثلا نياحة القديسين تتوجهم، نقول إكليل فرح وإكليل بر وإكليل مجد على رأس القديس العظيم الفلان. يبقى أم هذه هذا القديس الكنيسة بتتوجه يوم فرح. يوم فرح يوم ما دخل السماء، يوم فرح قلبه، يوم عرسه، يوم ما اتحد بالمسيح اتحاد لا ينتهي ولا ينقطع مرة أخرى. فالكلام ممكن يبقى على سليمان ومن شابهه في محبة المسيح في الوقت ده. أصحاح 4. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معيد رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجدائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. فما حتحت اللي بيكلم العريس. ربنا يسوع بيبص للكنيسة الحلوة اللي بتجاهد وبتصلي تجري ورا أولادها وبتتجمل، يقول لها أنت جميلة يا حبيبتي. أو للنفس اللي واخدها جد وعاوزة ترضيه بأي طريقة، أنت جميلة يا حبيبتي. أول حاجة شدت انتباه العريس، عيناك حمامتان من تحت نقابك. النقاب زي الخمار كده بيبقى شفاف شوية، يعني ممكن تتشاف العين من وراه بس كأنها عين مكسورة، يعني مش عين مفنجلة كده. لا، هنا معناها ايه؟ ان الانسان في حضور الله عنده شعور بالخجل. فالنقاب ده او الغطاء اللي على العين معناه الواحد مش قادر يبص في ربنا، ملوش عين يواجه عينين ربنا، مكسوف منه. الخجل من الحاجات اللي تجمل الإنسان جدا. شعور الخجل حاجة جميلة عند ربنا، لأن الخجل معناه أن الواحد أدرك خطيته وعرف حجمه أنه صغير قوي. كونك تيجي ربنا مكسوف من نفسك ده أحلى موقف تقف قصاد ربنا، وعلى العكس أوحش موقف يقفه الواحد وهو واقف كده يكلم ربنا بجسارة كأنه له عند ربنا حاجة، زي موقف الفريسي العشار ما كانش قادر يرفع عينيه. فهنا عيناك حمامتان من تحت نقابك، ده اللي بيخلينا نبص في الأرض وفي وقت ونسجد أحيانا. ليه؟ كأن عينينا مش قادرة تبص المجد ربنا، في خجل. المرأة الخاطئة لما دخلت عند رجلين المسيح له المجد ما كانتش قادرة تبص في وشه، حطت وشها في الأرض وقعدت تبكي ودموعها غسلت رجليه وشعرها مسحت دموعه، إنها مش قادرة تبص فيه من الخجل. وربنا يسوع حس بالحب ده كله وكأنه بيقول لها أنت جميلة يا بنتي، عيناك حمامتان من تحت نقابك. كل الدموع دي
تفكراني مش دريان؟ وده اللي قاله في آخر النص بتاع المرأة الخاطئة لما قال اذهبي بسلام إيمانك خلصك، ودافع عنها قدام سمعان الفريسي وقال قد أحبت كثيرا. الدموع دي علامة حب، والخجل ده علامة حب. عيناك حمامتان، أظن ده تشبيه سبق ذكره، لأنه الحمامة رمز للنقاوة والبساطة. فالعين البسيطة اللي كلمنا عنها ربنا يسوع في الموعظة على الجبل، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. فربنا لما يلاقي واحد كده عينيه بسيطة يقول له بختك، يعني وسط الناس أنت كده فرحان طوباك يعني، لأن جسدك كله يكون نيرا. القديس أبو مقار يقول على قد ما الواحد يكون نقي في قلبه وعينه على قد ما يشوف كل الناس أنقياء. هذه تخجلنا، كونك لسه شايف الناس مليانين شر يبقى أنت اللي مليان شر، كونك عينيك بتروح على خطايا الناس يبقى عينيك أنت مليانين خطية. وهنا ربنا يسوع استفاض في الكلام وقال يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخوك. يعني ده الخشبة اللي في عينك أكبر كتير من القذى اللي في عين أخوك، إنما العين اللي زي الحمامة لا طبعا، لا في قذى ولا في خشبة، عين بسيطة شايفة كل حاجة حلوة، عين زي عيون الأطفال اللي كلها براءة. فهنا دي يقولها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان من تحت نقابك. واحد يقول طب نجيبها منين العين البسيطة؟ يا ريت عندنا عين بسيطة، لا ننقض حد ولا ندين حد ولا نشوف خطايا حد ونشوف كل حاجة حلوة. دي نعمة كبيرة قوي. كل نعمة تحتاج إلى جهات، هي نعمة صحيح، هي هدية من ربنا، إنما واحد ياخدها لأنه بيصرخ في طلبها وبيلح في طلبها وبيصلي كتير يا رب اديني عين بسيط، وبيهرب بعينه ما يشوفش حاجة وحش، وبيحمي عينه من كل منظر رديء، وبيحط عينيه في كلمة ربنا طول النهار والليل، كده عينه تنضف وتبقى حمامتان من تحت النقاب. وفي واحد مش مهتم بالموضوع وجسده لن يكون نقيا. ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معيد رابض على جبل جلعاد. أو طبعا التشبيه ده لو أخذ الكلام حرفيا زي ما ادعى علينا أعداء الكتاب أن سفر النشيد ده مجرد غزل، وفي واحد هيغازل واحدة يقول لها شعرك زي المعيز، ما تجيش الكلام ده خالص. إنما هي ببساطة تشبيهات مجازية رمزية كلها. المسيح له المجد بيوصف الكنيسة بجمالها. الشعر أصله لازق في الرأس، والرأس هو المسيح. احنا تعلمنا كده من الإنجيل إن رأس الكنيسة هو المسيح، فعاوز يورينا قد إيه الكنيسة لازقة في ربنا زي الشعر في الرأس، وقد إيه أعضاء الكنيسة منسجمين مع بعض. فيقول كقطيع معيز، لأن اللي يبص من بعيد على جبل جلعاد يلاقي آلاف من المعيز نازلين كده بيتحركوا بنسيابية كده زي الشعر المتموج ولون واحد رقيق كده من بعيد، المنظر منظر جميل قوي. فالكنيسة إذا كانوا أعضاءها لازقين في الرأس المسيح وكلهم بيرتلوا بصوت واحد، يصلوا بصوت واحد، يحبوا بعض بمحبة نقية زي قطيع من المعيز رابط على جبل جلعاد. وجبل جلعاد بالمناسبة من الجبال المشهورة بالخير، لما كانوا يدعوا البعض اليهود يعني يقول له يا ربنا يجعل بيتك عمران زي جلعاد، من كتر ما كان المكان ده مشهور بالخير والثمر، وجي ذكره في النبوات كتير. فهنا مقصود به الكنيسة اللي أعضاها بيحبوا بعض وكلهم إيد واحدة وكلهم ثابتين في الرأس المسيح ملتصقين بالمسيح له المجد، يبقى منظرها جميل قوي الكنيسة دي زي واحدة شعرها حلو. فهنا بيقول لها أنت جميلة يا حبيبتي شعرك كقطيع معيز رابض على جبل جلعاد. ورابط دي تفكرنا في مزمور الراعي لما يقول إيه في مراع خضر يربضني، يعني الربض ده يعني الحيوان لما يبقى مبسوط يقعد يتمرغ في الخضرة ويبقى فرحان كده. فكل ولاد ربنا فرحانين بربنا وفرحانين بكنيسته
وفرحانين بمحبتهم ببعض وشبعانين بربنا وبالقديسين وبعض ومستنين بقى يروحوا السماء في الآخر. هو ده جو الكنيسة الحلم. أسنانك، ده بيوصف العروسة اللي هي كنيسة، كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل. في المواسم كانوا يعملوا ايه؟ يجوا الجذازين يشيلوا الصوف من على الغنم، فيبقى ايه؟ جسم الغنماية ابيض لانه تشال منها الصوف، والصوف دايما بيعتبروه اشارة الى الحياة الارضية، عشان كده لما يتشال الانسان ينضف يعني ويروق. وعشان كده الكاهن في العهد القديم ما كانش يلبس صوف ابدا، كان يلبس كتان ابيض اشارة الى النقاوة. الصوف مقصود بها جلد الحيوانات الارضي في الحياة الارضية المادية. اسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، يعني بعد ما يشيلوا الصوف من على الغنم ينزلوه يتغسل كده يبقى شكله حلو وابيض من بعيد المنظر. اللواتي كل واحدة من الغنمات دي متئم، متئم يعني جايب توأم. الغنمات دي بتجيب بالتوائم، ما بتجيبش واحدة واحدة، كل بطن تجيب اتنين على طول. وليس فيهن عقيم، يعني هو بيوصف السنان. اولا هو بيوصف السنان في البياض. طب ايه سنان الكنيسة؟ يعني افتكروا انه الكنيسة بولادها شبهت بالام المرضعة، وكان الكتاب يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تحتملوا. في الاول الكنيسة بترضع ولادها عشان ما عندهمش سنان، لما يكبروا يقول الطعام القوي للبالغين. ففي كنيسة كل اللي فيها مرضع يعني بيرضعوا، وفي كنيسة ولادها أقوياء بيأكلوا أكل. فهنا هو بيوصف كنيسة جميلة، يقول ده ولاد كلهم بقى عندهم سنان، بقى بيأكلوا كلمة ربنا أكل مش بيرضعوا الكلمة. يعني احنا هنا نحسب لنا سنان لأننا دخلنا في سفر النشيد. سفر النشيد سفر عميق وكله رموز، غير بعض الأسفار اللي هي ايه الكلام مباشر وسهل. كأننا صرنا كأننا يعني بنحاول نبقى من البالغين اللي يحبوا يدخلوا الجوه ويأكلوا أكل دسم، مش مجرد ياخدوا معلومات بسيطة أو كلمات هم سمعينها قبل كده. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. تلاحظوا تعبير قطيع المعيز وقطيع الجزائز بيشاور على حاجة مهمة، أن جوه الكنيسة كلنا شبه بعض، كلنا بندوب في بعض، محدش فينا عاوز يظهر لوحده. احنا كلنا مجدنا الحقيقي هو التصقنا بالمسيح له المجد. من هو بولس ومن هو أبولس مش مهم، المسيح هو الكل في الكل. فهنا قطيع المعيز وقطيع الجزائز زي صف سنان جميل كده منتظم، مش هتقعد تقول السنة دي غير السنة دي، خلاص كله حلو. والشعر المنساب كله شبه بعض بس كله منتظم مع بعض. الكنيسة يزيد جمالها بالوحدانية. جمال الكنيسة في نظر المسيح له المجد لما تلاقي كل الأعضاء بيتحركوا بقلب واحد، يحبوا بعض فعلا. ربنا يسوع في يوحنا 17 كان بيصلي يقول أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد، أريد أن يكون واحدا فينا. لما تختفي الأنا والكرامة والمركزية ونبقى كلنا بنخاف على بعض ونحب بعض، ومش مهم مين بيعمل إيه، مهم كلنا نخدم ربنا، هنا نبقى كده زي القطيع اللي كله بتاع ربنا. الصادرة من الغسل إشارة إلى الاغتسال الدائم، والاغتسال دايما رمز للتوبة والنقاوة. يعني واحد زي اللي بيغسل بقه كل شوية عشان سنانه تفضل بيضة، كأنه واحد بيراجع على كلامه، مش عاوز يقول كلام ملوش معنى، كل كلمة تطلع محسوبة، كل كلمة تطلع فكر فيها كويس. كل إنسان ليكن مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. اللواتي كل واحدة متئم، يعني ايه متئم؟ هي اسنان الاطفال ساعات تطلع اتنينات كده، لكن كمان اتنين رقم اتنين
دايما إشارة إلى حاجة انشغلوا بها الأباء. رقم 2 جه كتير قوي في الكتاب، يقولوا أغلب الأباء أنه عاوز يقول أن الكتاب كله يتلخص في وصيتين: حب ربنا وحب الناس. لما سئل ربنا يسوع إيه أعظم الوصايا، قال تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك ونفسك وتحب قريبك كنفسك. افعل هذا فتحل. فبقت كل ما تيجي حاجة فيها اتنين يقولوا ربنا قاصد يفكرنا بالوصيتين اللي ودخلوا السماء. مثلا السامري يدفع دينارين في آخر القصة يقولوا عشان يبقى كده كمل كل حاجة، حب ربنا وحب الناس. لما يقولوا سمكتين في مثل 5 خبزات يبقى حب ربنا وحب الناس. فمتئم يعني ايه؟ يعني الوصيتين دول توأم. ما تقدرش تحب ربنا ما كنتش تحب الناس، وما تقدرش تحب الناس بجد حب مسيحي ما كنتش تحب ربنا. زي التوائم تعرفش تفصلهم عن بعض. عشان كده القديس يوحنا يقول في رسالته الأولى: لو واحد قال أنا بحب ربنا وهو يبغض أخاه فهو كاذب. يبقى كذاب لو بيحب ربنا وما بيحبش الناس. وإن كنت لا تحب أخوك الذي ترى كيف تحب الله الذي لا ترى. فهنا السنان التوائم يقصد بها اللون الأبيض الجميل والغسيل المستمر، التوبة المستمرة، والتوائم يعني وصية الحب، حب الله وحب القريب. دول السنان يعني بيأكلوا كلمة ربنا أكل، فتبقى الكنيسة اللي عايشة على كلمة ربنا، اللي شعبها بيلتهم كلام ربنا التهام، اللي سنانه بيضة من كتر التمتع بكلمة ربنا، اللي بيطلع ثمر روحي متئم ليس فيهن عقيم. يعني مفيش واحد من أعضاء الكنيسة مفهوش ثمر، كله بيطلع ثمر. اللي بيطلع صلوات حرة ربنا حب ربنا، واللي طلع خدمة كبيرة للناس حب للناس، كلهن متئم ليس فيهن عقيم. شفتاك بيوصف الكنيسة كسلك من القرمز وفمك حلون. ما زلنا في حتة الشفايف والسنان، يبقى كله مرتبط بكلمة ربنا. شفتاك كسلك من القرمز، القرمز اللي هو اللون الأحمر الدموي. وده مقصود بإيه؟ تصوروا معايا لما إنسان يتناول جسد ربنا ودمه، كأن الملائكة بيقولوا له شفتاك زي سلك من القرمز، دم ربنا يسوع له المجد جاي على شفتيك يا بختك. لما الملاك زمان في أشعية 6 خد جمرة من على المذبح مس بها شفتين أشعية وقال له: هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. كان فرحان قوي أشعية، مش مصدق ان شفايفه اللي كان لسه بيقول انا انسان هالك نجس الشفتين، دلوقتي شفايفه بقت القرمز عليها دم المسيح له المجد. فهنا كشفتاك كسلك من القرمز، يعني احنا اتحط علينا ختم المسيح بدمه، صرنا اصحاب عهد جديد لان العهد الجديد بالدم. فالقرمز اشارة الى دم المسيح، والشفايف اشارة ان احنا هنتناول من هذا الدم فنصير اعضاء حية في كنيسته. وفمك حلو، تلاقوا بعد ما نتناول نقعد نعمل ايه؟ نسبح كل اللي عندنا: رب كتر خيرك، سبحوا الله في جميع قديسين، خدك كفلقة كرمانة تحت نقابك. حكاية النقاب مكملة، يعني هي العروسة جاية خجلانة وحط نقاب. برضو فكركم زمان لما ابونا اسحاق ابن ابراهيم جات له مراته جاية من سفر طويل اللي كان جابها معاه لعازر الدمشقي رفقة، وكانت امه سارة ماتت، وكان طبعا متعلق بامه شوية لانه ابن وحيد وجي على كبر، وخرج ليتأمل عند المساء، كان من أرباب التأمل. وبعدين شاف موكب الجمال جاي من بعيد، فسارة سألت لعازر الدمشقي: مين اللي الرجل اللي هناك ده؟ قال لها: ده سيدي، سيدي يعني سيدي إسحاق صاحب البيت. فنزلت من على الجمل وحطت النقاب، حطت الخمار ده لأنها دخل عروسة. فهو أول ما شافها رفع النقاب، عاوز يقول لها ايه؟ خلاص مفيش حاجة تفصلنا عن بعض بعد كده. سماها الكتاب برقع احيانا، فقال ان عند قراءة العهد القديم هناك برقع. بولس الرسول وهو بيفصل لنا موقف بتوع العهد القديم قال لغاية دلوقتي على عينيهم برقع،
مش فاهمين الكلام بتاع العهد القديم، مش شايفين المسيح اللي فيه، زي اللي على عينيهم برقع. انما احنا بتوع العهد الجديد البرقع اترفع وبقينا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، عينينا في عينيه لاننا عروسته دلوقتي. فهو رفع البرقع او رفع النقاب عشان تبقى الحكايه كده ايه، في بساطه وفي حب حقيقي. خدك كفلقه رمانه تحت نقابك. العروسه لانها جايه تتقدم لعريسها خجلانه، وساعات الخد يحمر قوي من الخجل زي فلقه رمانه. فالرمان اللي لونه احمر ده هو شاف العروسه من خجلها، عينيها كده جميله زي الحمامه من تحت النقاب، واسنانها جميله بيضه، ووشها احمر مزنهر كده مكسوفه، لان هي عارفه هي تروح فين في هذا العريس الجميل. نرجع تاني لفكره الخجل، ان الخدود الحمراء من الدموع ومن الخجل تشد ربنا وتفرحه، انما النفس اللي داخله كده بكبرياء وبجساره تحزن الله. عنقك كبرج داود المبني للاسلحه. برضو اظن لو عريس هيقول لعروسته رقبتك زي حصن وبرج كانش كويس، انما هو التشبيه كله للكنيسه. العنق اشاره لحاجتين عاده، اما للعند الشديد، وده قصد باليهود والشعب غليظ الرقبه ما يوطوش راسهم ابدا اسمعوش الكلام، او العنق كمان اشاره للسمو التسامي. فهنا لما بيقول لها عنقك كبرج داود، كان داود ابو سليمان بيعمل ابراج مسلحه، لما يعمل الحصن يحط عليه ابراج وحراسه في الابراج. فهو شاف العروسه، شاف الكنيسه زي برج، العنق بتاعها برج، يعني محصنه تماما ومتساميه، يعني بص على السماء، مشغوله بالسماويات مش بالارضيات. المبني للاسلحه، مسلحه يعني ايه؟ مستنيه الحروب لكن بتشد بتقاوم، ما بتستسلمش لاي حرب. وطبعا هذا العنق ينحني ببساطه امام المسيح له المجد. فهنا الاشاره لايه؟ الى المثابره، العنق المرفوع ده زي العسكري اللي واقف ساعات طويله ما بيوطيش راسه وما بينعس ومستعد للمعركه. فالكنيسه سهرانه في استقبال عريسها وبصة للسماء كبرج مرتفع ومسلحه، سلاح الله الكامل، سيف الروح الذي هو كلمه الله، خوذة الخلاص، كلام الحلو اللي قاله بولس في افسس 6. الف مجن علق عليه كلها اطراس الجبابره، يعني شويه بقى مثلا العقد اللي نازل او الاقراط اللي في ودانها، شبهها بانها زي المجن اللي هي التروس اللي على الحصن او على البرج. نقول اخر حاجه على الالف، 1110، العشرة هي كلمة ربنا لأن الوصايا كانوا 10، 100 يعني تاخد عمرك كله مشغول بوصية ربنا، فتبقى 1000 مجن يزينوا هذه الرقبة، رقبة تخضع لكلمة الله كل زمان الحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.